الفيلا التعليم الجامعات المحليه اتحاد النقابي للموظفين بحيث ان هاد المفسدين قياده مركزي الاتحاد المغربي للشؤون مشات في اتجاه هاد العمليه الاستئصاليه والتقسيميه وخلقات يعني او نظمات مؤتمرات مطبوخه اللي فبركات فيها قيادات وهياكل لا شرعيه ولا ديمقراطيه. وكانت كذلك ولحد الساعه محاولات ديال المس بقوه والقوه التنظيميه ديال الجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي. اذن الاتحاد قلعه حره والفساد يطلع برا. 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 اذن هاد المبادرات الاستئصاليه التقسيميه ما وقفتش هنايا او ما وقفتش في سنه 2012، ولكن لا زالت مستمرة بحيث أننا ما زال كنعيشوا يعني هذه العملية الاستئصالية في العديد من الاتحادات المحلية والجهوية وكذلك في العديد من الجامعات. وكان يعني ما غاديش نذكرها، كاين مجموعة كتعرفوها مجموعة ديال المناطق سواء العيون طنجة، وكان دائما إقصاء كل المناضلين والمناضلات يعني ديال التوجه الديمقراطي. وكان بالنسبة للجامعات كان كذلك فبركة مؤتمر ديال جامعات الفوسفات واللي تم إقصاء كل المواقع المناضلة الصامدة من هذا المؤتمر. ولهذا فاحنا كنديلوا هذه الممارسات وكنطالبوا بوقفها وبالتراجع عليها كل هذه القرارات، لأن الاتحاد المغربي للشغل هو اتحادنا، هو مركزيتنا، هو نقابتنا وماشي نقابة المفسدين. إذا بالنسبة لنا واخا كاين هذه العمليات الاستئصالية، كاين هناك مقاومة صامدة. وبهذه المناسبة نوجه صامدون في الاتحاد المناضلون، صامدون 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 صامدون في الاتحاد المناضلون. يعني تنظيمنا بحيث ان هناك تصاعد كذلك على مستوى التنظيمي في اطار توجه ديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشؤون في العديد من الجامعات الوطنيه القويه اللي كنحييهم، سواء الجامعه الوطنيه للتعليم او الجامعه الوطنيه للعاملين في الجماعات المحليه او الاتحاد النقابي للموظفين، وكذلك الجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي وفي العديد من الاتحادات المحليه. اللي بالمناسبه هادو كلهم كنوجهو لهم، كنوجهو لكل المناضلات والمناضلين سواء في حياتها او في قواعدها التحيه على صمودهم وعلى عزمهم لمواصله النضال من اجل اقرار الديمقراطيه الداخليه ووضع حد لكل العمليات التقسيميه. هذا النهار كذلك هذه الوقفه الاحتجاجيه كان وقفه تضامنا مع كل يعني العمال والعاملات والموظفين والموظفات اللي كيمسهم او كيتمس حقوقهم، وعلى راسهم عمال سيتي باس اللي مقروضين ومعتصمين هنايا يعني بالرباط، والعدد ديالهم كيفوق 500. كذلك تضامنا مع العمال الفوسفاطيين اللي كذلك كيفوق العدد ديالهم 500 واللي هما معتصمين ويعني كيخوضوا اضرابات من اجل حقهم في يعني الترصيف والاستقرار في العمل. تضامنا كذلك مع الجامعات الوطنيه، ذكرت الجامعات المرتبطه بتوجه ديمقراطي، كذلك هناك ديمقراطي وديمقراطيات في جامعات اخرى، ومن هذه النقطه كنعلنوا تضامنا معهم سواء في الجامعه الوطنيه للتكوين المهني خاصة بجهة العيون، أو الجامعة الوطنية للصحة اللي كتخوض كذلك معارك وجامعات ونقابات وطنية أخرى.
جهه من المقهى اعتبرت ان اللي خصو يخلص او لا يؤدي ضريبتها هما العمال و رفض ان تؤدي العمل الاجور ديالهم وكتدفع باتجاه انهم يعني تسرحهم. كذلك تضامننا مع عمال سينو إدرو اللي كذلك كيعانيو من كل الويلات وكل يعني الهجوم على الحقوق والحريات. بغيت كذلك نقول لكم اننا في اطار تقوية تنظيمنا وفي اطار نظامنا التصاعدي نحييو بعضياتنا اولا وعمرنا نحييو كل المناضلات والمناضلين والمنخرطين والمنتسبين الينا الى التوجه الديمقراطي اللي يعني كينجحوا كل المعارك النضاليه اللي خضناها منذ 2015 كنذكر بمسيرات اللي كانت ناجحه مسيره 28 فبراير من السنه الماضيه الادراك اللي دعلو كذلك اتحاد نقابي الموظفين وكان كذلك ناجح الوقفة ديال 3 يناير وكذلك الإضراب ومسيرة 6 فبراير اللي كانت ناجحة بامتياز وخلات الكل يعترف بقوتنا وبكفاحيتنا ونضالنا المستمر من أجل إقرار يعني كل حقوق الطبقة العاملة وكذلك من أجل وضع حد للهجوم اللي كتعرض له سواء بقوتها اليومي أو هجوم على الحقوق والحريات النقابية أو الهجوم على اللي كيتعرض له القانون في مجموعه ديال المواقع القطاعات العماليه. هذا النهار كذلك في هذه الوقفه ديالنا هي كتصادف تخليد مش احتفال تخليد اليوم العالمي للمراه اللي كان البارح 8 مارس وبهذه المناسبه كنوجهوا تحيه للنساء العاملات والموظفات وكذلك كل النساء المغربيات كل المواقع والنساء في العالم كل النساء اللي كتعاني من الاضطهاد والاستغلال ونحيي كذلك كل المكونات ديال لجنه التنسيق للتخليد المشترك ل 8 مارس على النضالات ويعني القوة التنظيمية اللي كانت بانت البارح في المسيرة في الوقفة وكذلك في برنامج ديالها اللي حنايا كمكونات ديال الحركة النسائية داخل الاتحاد المغربي للشؤون كل تنظيمات ومنخرطين فيها. وبهذه المناسبة ما يمكنش كذلك باسمكم جميعا التضامن لا مشروط مع المجموعات ديال المعطلين اللي كيعاني وكذلك من كل اشكال القمع في مسيرتهم واحتجاجاتهم ضد الرفض ديال التشغيل ديالهم ونطالب ب يعني بحقهم